مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيه الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. لقاءات، صفقات، تصريحات، ثقافة، اقتصاد وحضور يجذب العالم. يواصل الأمير محمد بن سلمان زيارته لأمريكا محققا نجاحا بعد آخر، ونواصل في يا هلا مواكبة هذه الزيارة خطوة بخطوة. كشفت المصادر والتغطيات الإعلامية أن وزير الدفاع جيمس ماتيس تبنى كل مواقف المملكة العربية السعودية تجاه الممارسات الإيرانية في المنطقة وخاصة في اليمن، أثناء لقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، حيث أكد ماتيس على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن والتوصل لتسوية سياسية بشروط إيجابية لمصلحة الشعبين اليمني والسعودي، كما أكد على الدعم اللوجستي الكامل للمجهود العسكري السعودي في اليمن. نجح ولي العهد في توصيل وجهة النظر أن المجاعة أو الأزمة الإنسانية في حرب اليمن مصطنعة بسبب الحوثيين الذين يستولون على المعونات الغذائية. ولي العهد يتبنى خطابا صريحا ومباشرا يسمي الأشياء بأسمائها، أن إيران عدو متربص بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة العربية السعودية اقتصادها أكبر وأقوى من إيران، وأن إيران ليست ندا لنا. وأمس أعلن الرئيس دونالد ترامب إبعاد مستشار الأمن القومي الجنرال اتش ار ماكماستر وتعيين جون بولتون في منصبه، وهو السفير الامريكي السابق في الامم المتحده ومن اهم الصقور المعارضين للاتفاق النووي مع ايران. وبذلك يكون الرئيس ترامب قد استقدم صقرين معاديين للاتفاق النووي مع ايران، هما وزير الخارجيه الجديد مايك بومبيو وجون بولتون، مما سيدعم موقف الرئيس ترامب الذي يلمح بأنه سينسحب من هذا الاتفاق. أنا لا أشك لحظة في أن الاتفاق يعني قاب قوسين أو أدنى قد يتم إلغاؤه في 12 مايو، وهذا أيضا ما أعلنه الرئيس أو المصادر الفرنسية حين قالت وزير الخارجية الفرنسية بعد عودته من زيارة لإيران توصل إلى أن إيران لن تفاوض. وبذلك سيكون وزير الدفاع ماتيس هو الشخص الوحيد في إدارة الرئيس ترامب الذي يدافع عن البقاء في الاتفاق النووي مع إيران، بينما يؤمن باقي فريق الأمن القومي الجديد بضرورة الانسحاب من الاتفاق. يقول المراقبون في العاصمة الأمريكية إن إبعاد ماكماستر واستقدام بولتون يعد هدية يقدمها الرئيس ترامب لسمو ولي العهد قبل مغادرته واشنطن، لأنها تكمل التوافق السعودي الأمريكي تجاه إيران وممارساتها السلبية في المنطقة. عزيز فهمي لبرنامج يا هلا واشنطن. شكرا للزميل عزيز فهمي موفد روتانا خليجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحديث أكثر حول زيارة الأمير محمد بن سلمان والجديد فيها. يسعدني أن ينضم إلي في الاستديو الباحث في الشأن الأمني والسياسي الأستاذ حمود الزيادي. أستاذ حمود حياك الله معنا في أهلا. جولات كبيرة وكثيرة للأمير محمد، نجاحات متعددة، كان من آخرها حفل الشراكة السعودية الأمريكية، كيف تعلق؟ يعني نحن في بداية الأيام الأولى من زيارة ستستغرق نحو 3 أسابيع، وبالتالي هذه ربما أضخم وأطول زيارة لمسؤول سعودي رفيع للولايات المتحدة، وربما حتى مسؤول على مستوى الشرق الأوسط يعني بهذه الفترة وبهذا الزخم، وأيضا التنوع النشاطات التي يعني يستهدفها سمو ولي العهد. هو يذهب إلى القيادات السياسية العسكرية، الأبعاد الاقتصادية أيضا، الأبعاد التنموية، هي كما أشار لها سموه مساء الأمس في حفل الشراكة السعودية الأمريكية، نحن نتغير وننتهز الفرص. فأعتقد أنه ذاهب إلى بدء مسيرة المملكة الجديدة وتوطيد هذه العلاقات مع يعني واحد من أهم الأقطاب الدولية في العالم، وأيضا استثمار هذه الفرص ما بين البلدين وتعزيز هذه الشراكة التي امتدت على مدى 8 عقود. ربما أيضا بعض الإشارات الرمزية في الاحتفالية مساء أمس حينما يحضر الذين
كانوا يعني عززوا هذه العلاقة الماضي خلال 8 عقود الماضية، وربما حتى تقريبا في 3 عقود الأخيرة، الذين لعبوا دورا كبيرا في تعزيز هذه العلاقة سواء على المستوى السياسي والعسكري. نحن رأينا جيمس بيكر، كولن باول حاضرا في هذا المشهد، أيضا رأينا سمو الأمير بندر بن سلطان، ونحن نتحدث هذه إشارات حتى رمزية، إشارات حتى المنطقة أننا ذاهبون بقوة إلى تعزيز هذه الشراكة. وحتى ما حدث خلال السنوات الماضية في إدارة أوباما، ستتجاوزها المملكة وستعمل إلى استثمار التحولات التي تحدث الآن من أجل استقرار وسلام المنطقة، وأيضا من أجل نمو وتطور المملكة وحماية أيضا أمنها من خلال ربما حتى الصفقات العسكرية النوعية التي هي أيضا استراتيجية، لأنها حماية الأمن الوطني وبالتالي حماية الاقتصاد والتنمية التي أيضا لها مسارات أخرى في زيارة سمو ولي العهد. طيب بما أنك تحدثت عن الصفقات العسكرية منها تحديدا 6600 صاروخ تاو كانت محل حديث كثير من الصحف، إلى ما ترمز مثل هذه الصفقة؟ أنا أعتقد أنها ترمز إلى مؤشر كبير، التحديث المستمر في المؤسسة العسكرية. نحن أمام مؤسسة عسكرية مهمة وقوية، أيضا هي تجابة تحديات كبيرة، يعني نحن أمام بلد واسع والأطراف، أيضا تهديدات كبيرة على مستوى دول المارقة وأيضا منظمات متحالفة مع هذه الدول المارقة، وبالتالي لابد أن تنوع من المكون العسكري بكل أبعاده. نحن نتحدث أيضا عن هذا التحديث الذي يستطيع أن يعطي زخما وقوة للمؤسسة العسكرية، وبالتالي حتى يمكن حماية المكتسبات الاقتصادية والتنمو والاجتماعية. هذه ليست صفقة مجرد من أجل الشراء، بل هي من أجل تعزيز هذه القوة. الدول اليوم لا يمكن أن تحمي أمنها، لا تحمي اقتصادها ومجتمعاتها واستقرارها والكيان إلا بوجود يعني قوة عسكرية وأمنية. نحن رأينا نجاحات على المستوى الأمني، المؤسسة الأمنية، وأيضا المستوى العسكري. أنا مثلا زرت الحد الجنوبي مرتين، التقيت بأحد قادة الألوية هناك، تحدث أنهم حولوا اللواء من لواء يعني آلي إلى لواء مشابه بسبب طبيعة الجغرافيا هناك، بسبب طبيعة العدو. ونحن نتحدث عن كفاءات موجودة في مؤسسة الجيش، لكن أيضا نحن بحاجة إلى تطوير دائم مستمر بحسب التحديات والمستجدات. لذلك هنا بالتأكيد هذه لم تحدث إلا من خلال تقييم موضوعي للاحتياج المستقبلي، وأيضا قراءة استراتيجية للمهددات الأمن سواء على المستوى العسكري أو الأمني. جميل جدا. من ضمن الزيارة أيضا اللي حدثت في الأيام الأخيرة، التقى الأمير محمد بن سلمان بأعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الإشارات حول هذه اللقاءات؟ أنا أعتقد أنها إشارات إيجابية. نحن رأينا أيضا تأكيد أيضا على الوقوف مع المملكة في مواجهة الجماعة الحوثية الإرهابية الإيرانية. هذا الموقف أراد بعض الأطراف هناك أن يزايدوا، لكن أعتقد الموقف المجمع عليه هو دعم المملكة في تصديها لهذا التهديد، لأنه استطاعت المملكة أن تقدم، وهو حقيقة أن تقدم التهديدات التي تتعرض لها أمن المنطقة وأيضا أمن السعودية، وبالتالي هذا حق مشروع لأن تجاب هذه الجماعات الإرهابية وتتصدى لها بكل قوة. نحن نتحدث اليوم يعني الزعيم هذه الميليشيا عبد الملك الحوثي اليوم يتحدث عن أن تسلم جميع القوى سلاحها للدولة، يقصد للميليشيا، وبالتالي ابتلعت الدولة وأصبح يتحدث من خلال طبعا صحيفة لحزب الله الإرهابي، التنظيم الإرهابي الذي يتبع إيران. وبالتالي هنا يجب أن تعرف حتى هذه الإشارة يجب أن تقرأ أنه يتحدث وكأنه ابتلع الدولة اليمنية. لا يمكن أن تقبل لا السعودية ولا دول المنطقة ولا العالم أن تصبح دولة الدولة تتحول إلى ميليشيا والميليشيا تبتلع الدولة. هذا مؤشر خطير، وبالتالي المملكة ذاهبة إلى أبعد مدى في مساندة اليمن وبالقوة العسكرية، وأيضا فتح الباب للحل السياسي إن كان هناك تسليم لهذه الميليشيا سلاحها إلى الدولة الشرعية اليمنية. نعم، البعد الاقتصادي في هذه الزيارة بعد واضح جدا، ومن ضمنها أن الأمير محمد بن سلمان التقى برؤساء كبريات الشركات الموجودة في أمريكا. كيف تقرأ الأثر الاقتصادي لهذه الزيارة ما بين السعودية وأمريكا؟ يعني الاقتصاد هو واحد من أدوات التنمية وأيضا واحد من أدوات التي تكرس العلاقات بين الدول. هذه بعد مهم ومؤثر على مستويات المختلفة سواء في البعد حتى يعني أنا أو هذا ما اتضح لي من بعض المعلومات أن سمو الآن ذاهب إلى سياتل، وهناك ربما تطوير في حتى الخطوط السعودية في الاستثمار في يعني في مع شركة بوينغ. أيضا سيذهب بعد ذلك سموه إلى
لوس أنجلوس، وهناك سيذهب أيضا إلى وادي السيليكون، وبالتالي هناك أيضا إلى التقنية واستثمارها في تحديث المملكة، وأيضا استثمار هذه الأبعاد الاقتصادية حتى في إيجاد وتوطين تقنيات عالية في المملكة، وبالتالي يعني وظائف كبيرة. يتحدثون المعادون أننا نذهب لنوظف الأمريكيين، نحن نذهب إلى شراكة لاستثمارها في توظيف السعوديين وأيضا في تنمية الاقتصاد السعودي. لا يمكن أن توجد علاقة اقتصادية من طرف واحد، لابد أن تكون بين طرفين. والمملكة ليست ذاهبة لتدفع أموالها بلا مقابل، ستدفع ذلك من أجل تنمية شعبها، ومن أجل تنمية أيضا وفتح الفرص أمامه، وأيضا من أجل هذا التطوير للعلاقات على المستوى الاقتصادي وتكريسها. أنا أعتقد حتى بعيدا عن الأبعاد هذه، هناك أبعاد أيضا ثقافية في هذه الزيارة. سموه اختار أيضا تنوع في الذين ذهبوا معه، وبالتالي تقدم الثقافة السعودية، تقدم البعد التاريخي للمملكة بعروباتها وإسلامها. هذا التميز وهذه اللغة وهذا الحديث وهذه يعني المحاضرات التي قدمت هي تكرس أيضا في التأثير، وهذه من القوى الناعمة التي يجب أن تستثمر. أنا رأيت سمو أو رأيت معالي وزير الخارجية السيد عادل الجبير مساء البارحة في بروكينز انستيتيوت، تحدث بكل اعتداد عن التاريخ السعودي وعن الثقافة السعودية وعن أيضا السياسة السعودية في استقرار المنطقة أمام واحد من أهم المراكز البحثية في العالم. وبالتالي هذه من الأدوات والقوى التي يجب أن نستثمرها ونوسع من هذه الدائرة. هذه واحدة من المؤثرات الكبيرة بعيدا حتى عن البعد الاقتصادي والسياسي. هنا هذا أيضا مسار مهم جدا في تفعيله، وأنا أعتقد وربما لأول مرة ربما أحد يطالب، أنا أطالب أيضا بمحاولة استثمار أيضا علاقات شراكة مع مراكز البحوث العالمية، وربما تفتح فرص حتى في المملكة لهذه المراكز. نحن رأينا بعض الدول في المنطقة وهي صغيرة جدا 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 يعني فتحت فروع لهذه المراكز ووظفتها لمصلحتها، وبعض الذين جاءوا بدأوا حتى أحيانا يصنعون دراسات ليست واقعية، مجرد حتى بعضها لا يعتمد على أي رصد واقعي، وبالتالي هذا يؤثر على التأثير حتى على متخذ النخب السياسية في الغرب. نعم، في شيء ملفت في هذه الزيارة وأنا يعني بعد إذنك أبغى أسمع تعليقك عليه. هناك نموذجين للصوت السياسي السعودي، نموذج تاريخي يتمثل في شخصية الأمير بندر بن سلطان، ونموذج حديث ومستقبلي يتمثل في شخصية الأمير خالد بن سلمان. كيف تتحدث عن هذه المفارقة؟ أنا أعتقد هذا امتداد للقوة السعودية، امتداد للعراقة السعودية، امتداد. وأنا دائما أقول حكمة البيت المؤسسي السعودي الذي دائما هو متجدد ويقدم دائما هذه القوة، لأنها تستند على شرعية تاريخية وتستند أيضا على عمق في الدولة التي يعني تقود هذه المؤسسة الحاكمة. أنا أعتقد هذا مؤشر مهم أننا، وأيضا أنه لا يمكن أن يصل إلى هذه الأماكن إلا الذين يمتلكون القدرة والإمكانية، لأن مصلحة المملكة دائما هي الاعتبار الأهم لدى القيادة ولدى يعني منظومة متخذ القرار. أنا أعتقد اليوم سمو الأمير خالد بن سلمان قدم يعني مفاجأة، وإن كنا لا نتفاجأ بالذين يتسنمون هذه المراكز والقيادات في المملكة، لأنها من خلال اختيار من خلال القادة الذين هم يعرفون ماذا يضعون في الأماكن من رجالهم. اليوم نحن أمام شاب متقد بهذه الروح، بهذه الثقافة، بهذا الحضور، بهذا التأثير. هذا هو نموذج المملكة أيضا الجديدة التي يتحدث عنها سمو ولي العهد، التي تتغير والتي تستثمر الفرص يعني. نعم، أستأذنك أنه نأخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا. فاصل ومكملين معكم. حياكم الله من جديد في أهلا. حديثي ما زال مستمرا مع الأستاذ حمود الزيادي عن زيارة الأمير محمد بن سلمان لأمريكا. رحب فيك مجددا أستاذ حمود. من الأشياء أيضا الموجودة في الزيارة أن الأمير سيتعدد في زيارته إلى مجموعة من الولايات الأمريكية، ما الدلالة التي وراء هذا التعدد؟ طبعا هي خاضعة للبرنامج الذي أعد، وهو البرنامج المتعدد، سواء الفعاليات السياسية، الاقتصادية، التقنية، الأبعاد التعاون في مجالات المشاريع السعودية التي تستهدفها لتحقيق رؤية المملكة 2030. لذلك جاءت هذه الزيارة المتعددة وأيضا التي تستهدف تأثير والحضور الفاعل مع الفعاليات الأمريكية المهمة في هذه المجالات جميعها، وأعطاها
الزخم المهم من خلال الوقت ومن خلال التعدد التعاون وتعدده. هذه مهمة جدا في تكريس العلاقة وأيضا استثمارها لمصلحة المملكة. من هنا جاءت هذه الزيارة المهمة، وأنا أعتقد أنها يعني فعلا زيارة تاريخية. هذا ليس كلاما إنشائيا، هذا كلاما واقعيا، لأنها محدد لها برامج محددة تنطلق في كل مكان بفعالية محددة وذات إطار محدد، وبالتالي نحن نتحدث عن منتج حقيقي من خلال هذه الزيارة. وما شاء الله النشاط الكبير اللي صاير في هذه الزيارة، يعني الإعلام والناس ما هم ملاحقين على الأخبار. نعم. يعني في الوقت نفسه اتفاقات، لقاءات، ندوات، كل شيء، سواء من الأمير أو الوفد المرافق. أنا أقول لك، أنا أرصد يعني الإعلام الأمريكي من خلال مواقع متعددة، كل يوم تقرير أو حديث أو يتطرق للشأن السعودي ولسمو ولي العهد يعني. وأنا أعتقد أيضا في تحول حتى بالصورة الإيجابية للمملكة، وبالتالي هذه من أهمية الحركة الدبلوماسية التي تستثمر هذه الفعاليات وتوظفها، لأن المملكة موقفها دائما واضح، وبالتالي هي تدافع عن الحق وبالتالي تقدم نفسها كما هي. جميل. الفرق أننا نتحرك الآن بشكل أكثر فاعلية. الملف الدائم معنا في الحوار حول هذه الزيارة، لأنه يوم عن الآخر يطغى على السطح الملف الإيراني. هل ما يحدث الآن من حوارات، من تصريحات، يعطي إشارات شبه مؤكدة على إنهاء الاتفاق النووي؟ ربما الإشارات يعني قوية في هذا الاتجاه، ما طبيعتها هذه تحتاج أيضا إلى رصد مهم. يعني هذه الأمور مرتبطة أيضا بالاتحاد الأوروبي، العلاقة الأوروبية الأمريكية، التأثير يعني على الأقل من انسحاب الأمريكي بالتأكيد. اليوم يعني التعيينات والتغييرات التي حدثت في الإدارة الأمريكية بالدائرة المقربة للرئيس ترامب، أنا أعتقد أنه أتى بأكثر الصقور تصقرا يعني، وبالتالي نحن نتحدث أيضا لهم مواقف من يعني حكم آية الله في إيران، ولهم دائما خلال السنوات الماضية، وبالتالي لديهم خلفية من هذه السياسات في المنطقة، ولديهم أيضا موقف من طبيعة التعاون، من طبيعة الاتفاق النووي. وهناك إشارات قوية لأن هذا الاتفاق غير صحيح ولا يمكن أن يصير بهذا الاتجاه. دائما الحكم في السياسة القطعية صعب، لكن مؤكد أن السياسة الأمريكية تجاه إيران لن تكون كما هي قبل عام. بالتأكيد سيحدث هناك تغير، والتغير والإشارات واضحة، وصول يعني مستشار الأمن القومي وأيضا وزير الخارجية الجديد، كلاهما لهم يعني رؤية مختلفة لما حدث من اتفاق، وأيضا للسياسة الإيرانية العدائية تجاه دول المنطقة وتجاه الاستقرار في المنطقة. ولذلك هذا الصوت السعودي الآن هو يحاول استثمار هذا الأمر من أجل سلام المنطقة. نحن نتحدث عن دولة اليوم تدير ميليشيات في المنطقة، تحدث وزير الخارجية يعني ربما يعني قبل دقائق أو ساعات عن أن ما يوقف ويمنع وصول إلى حل سياسي في سوريا هو وجود التورط الإيراني هناك والميليشيات التابعة لها. لا يمكن أن يحدث هذا في ظل وجود الحرس الثوري في سوريا، وجود العشرات من الميليشيات التي تدعمها إيران. بالتالي نحن نتحدث عن شروط موضوعية يجب أن تتحقق حتى يمكن أن يحدث سلام في سوريا. سوريا اليوم 7 سنوات من 500,000 قتيل، حوالي 12 مليون مهجر. نحن نتكلم عن أزمة أيضا فجرت أزمة في المنطقة، وبالتالي هذا حلها يجب أن يكون إلى منبع هذا الخطر. منبع هذا الخطر هو إيران التي تحرك هذه الميليشيات في المنطقة، والتي تدعم الحوثي في اليمن وتهدد الملاحة في العالم، وبالتالي نحن نتحدث عن أخطار منبعها إيران. وبالتالي لابد أن تؤخذ سياسات حازمة تجاه إيران، ما فيها يعني الاتفاق النووي، وأيضا يعني البرنامج البالستي لا يمكن أن يكون خارج هذه يعني المعادلة، وأيضا لا يمكن أن تكون السماح كما حدث في الإدارة السابقة أن يغض الطرف عن السياسة الإيرانية في المنطقة وتمددها. يعني نراها تتدخل بقوة. نحن نرى أسماء مصنفة على أنها إرهابية حتى في الولايات المتحدة، يعني لا يتم وتنتقل في العراق وسوريا، كأمثال الجنرال قاسم سليماني، وأيضا الحرس الثوري مصنف أنه مجموعة يعني منظمة إرهابية، ومع ذلك لا تتخذ إجراءات حتى عسكرية تجاه. أنا أعتقد المرحلة القادمة لابد أن تتخذ إجراءات تجاه هؤلاء يعني أقطاب الشر في المنطقة حتى يمكن أن يكون استقرار، وإلا سنرى الدائرة تعود مرة أخرى في نشوء هذه الجماعات التي تدعي أنها تتصدى للوجود الإيراني عبر دائرة الشر المتبادلة التي كل منهما يعطي مشروعية الآخر. تم القضاء على داعش، لكن داعش قد تعود بمبرر آخر إذا ما استمر هذا الوجود الإيراني في المنطقة، لأنه وقود لهذا التطرف في المنطقة المتبادلة، يعني على أسس طائفية وعلى أسس أيضا يعني إعطاء مشروعية كل منهما الآخر، وبالتالي لابد أن يستمر المحاربة الإرهاب
حتى مع محاربة هذه الدولة التي تبنى هذه الميليشيات. نعم، تحدثنا عن الدور السياسي الكبير لهذه الزيارة، عن الدور الاقتصادي الواضح جدا. في إشارة أنت أخذتها، خلنا نلتقطها ونوسعها شوي لأنه فعلا حضورها واضح. الدور الثقافي، مؤسسة مسك الخيرية تعقد كثير من الاتفاقات وهذا واضح، هنالك كثير من الشرح للعادات السعودية، للتقاليد، للثقافة السعودية. كيف تشوف أهمية الحضور الثقافي السعودي في بلد مثل أمريكا؟ الحضور الثقافي دائما يجب أن يكون حاضرا في كل فعالياتنا، لأنه ما يسمى السوفت باور أو القوة الناعمة يجب أن تستثمر خاصة في المحافل الدولية. نحن لدينا يعني تاريخ وتاريخ مشرق، لدينا أيضا ثقافة راسخة ومتجذرة يعني على مدى طويل جدا، ولا بد أن تكون حاضرة أيضا، ولا بد أن يقدم المجتمع السعودي الذي نحن نستقطب كل دول العالم ونتفاعل معهم إيجابيا، وأيضا يعني الذين مبتعثين والذين يعملون بالخارج يتفاعلون إيجابيا. أعطيت صورة على مدى سنوات كثيرة من قبل يعني حملات مكثفة لتشويه الصورة السعودية، وكأن السعوديين كلهم يمثلون 1500 الذين انضموا لداعش والجماعات الإرهابية، بينما نحن نتحدث عن ملايين وأيضا مئات الآلاف من الشباب الذين ذهبوا إلى الخارج وعملوا وتفاعلوا، وأيضا الذين يقودون مؤسسات ومؤثرين في الشأن الثقافي في الشأن الاقتصادي. هذه القوة التي يجب أن تقدم، وهذا مهم استثمار في هذه الزيارات وفي غيرها من المحافل. هذه استثمار يؤطر ويقوي العلاقة عبر فعاليات وتأثير غير مباشر أكثر من الفعاليات والتأثير الذي ينتهي بالصفقة في الأمور التجارية أو الأمور العسكرية. هو يعني يكرس ويقوي العلاقات وأيضا يقدم هذه الحقيقة لمجتمعنا السعودي. ملف اليمن، ما المتوقع بخصوصه بعد هذه الزيارة؟ يعني أنا أعتقد أنه سيكون هناك يعني تأكيد على حق السعودية في الدفاع عن أمنها وأيضا في دعم الشرعية في اليمن والتصدي لجماعة الحوثي، ويجب أن ينزع سلاحها إن أرادت يعني تسوية سلمية، أو لابد من الاستمرار في التصدي العسكري حتى القضاء على الجماعة لأنها ميليشيا إرهابية. لا يمكن السماح بأنها تختطف القرار اليمني وتختطف دولة بحجم اليمن تقودها ميليشيا، هذا أمر لا يمكن أن يسمح فيه لا السعودية ولا العالم. هذا أمر يعني يجاف الحقيقة وجاء في طبيعة التاريخ، وأصبح التوجه بالاتهام إلى إيران واضح في هذا. بالتأكيد هناك دلائل من كل الأطراف، من كل الأطراف، وأصبحت الحقائق واضحة. يعني أصبحوا هم يقولونها بالعلن، يعني القيادات الإيرانية تتحدث عن ذلك، الحوثي يتحدث عن ذلك، لم تعد مخفية يعني. والدلائل حتى التسلية في الأسلحة البلاستية والصواريخ أثبتت، لأنهم لا يملكون القدرة في إطلاق للصواريخ ولا أيضا تجميعها، وبالتالي نحن نتحدث عن دعم مباشر يعني، وبالتالي من أجل هدف أن تسيطر إيران على المنطقة والعالم وتتحكم أيضا في مصير العالم من خلال هذه المنافذ الدولية، ليس فقط تهديد الأمن السعودي. وتهديد الأمن السعودي لا يمكن أن تسمح به السعودية ولا يمكن أن يعني تتنازل في حقها المشروع في الدفاع عنه. نعم، الرئيس ترامب صرح تصريحات ضد إيران مع أول يوم لزيارة الأمير محمد بن سلمان، والملف هذا يبحث. هذا الضغط على إيران في الداخل، هل نتوقع أن يحدث ضعف لأدوارها الخارجية؟ تحدث عنها في اليمن، في لبنان، في العراق، في سوريا. نعم، هذا بالتأكيد. اليوم حتى يعني المواقف والتصريحات السياسية لم تعد كما كانت بالسابق يعني في القبول الإيراني، وربما يعني حتى الإيرانيين أصبحوا منكمشين في حال الدفاع. يعني كانوا أول يعني أكثر حضورا حتى في التأثير في الغربي وأحيانا في اللقاءات والتصريحات. اليوم هم يراقبون المشهد، يرون أن هناك تغير في الموقف مقارنة بالسنوات الماضية القليل الماضية، لكن لابد أن يبنى عليه ويستثمر في إجراء في إيجاد إجراءات حقيقية لمواجهة هذه التمدد الإيراني والعدواني الإيراني في المنطقة. يجب أن يعني تترجم هذه المواقف السياسية وهذه التصريحات السياسية إلى فعل على الأرض من خلال اجتثاث هذه البيئة التي أنتجتها إيران في المنطقة. ميليشياتها لابد أن تفكك، لابد أن يتصدى لها بالقوة، لابد أيضا أن يتصدى لسياسات إيران في المنطقة، ولابد من طردها في المناطق كل التي تواجدت فيها وضرب الميليشيات التي تتبع لها. وأنا أعتقد الميليشيات لا يمكن أن يتم الحل معها إلا بالقوة العسكرية. لا توجد جماعة وميليشيا متطرفة تقبل بأنها تنسحب من المشهد دون مواجهة بالقوة. نحن مقبلين على أن أردنا، وأعتقد العالم يريد الآن، لا يمكن السماح بهذه الميليشيات أن تنتشر وتصبح تسيطر على قرارات الدول وعلى قرار منطقة استراتيجية مثل الشرق الأوسط. لابد أن تكون هناك مواجهات. ربما الإشارات هذه إشارات إلى إيران أن تسحب من تدخلها، وبالتالي تسحب وتفكك هذه الجماعات التي تتبع لها. والخطوة الثانية بالتأكيد التصدي لهذه الجماعات، وبالتالي النفوذ الإيراني. إيران نفوذها في المنطقة من خلال
خلال البروكسي وور او الحروب بالوكاله التي من خلال هذه الميليشيا والأذرع اضربها، وبالتالي ينكمش دورها في الداخل الايراني. طيب اخيرا، الاصداء الإعلامية لزيارة الأمير محمد بن سلمان تحظى بشكل أو بمساحة واسعة في الإعلام الأمريكي، كيف كانت مطالعاتك لهذا الموضوع؟ حضور لافت، حضور وقراءة للمشهد السعودي الجديد بهذا الطموح، بهذا الزخم، بهذه الجرأة في التغييرات التي تحدث المجتمع السعودي وتنميه وتتحدث بصوت واضح أيضا في المواقف السياسية ومواقف العسكرية. بالتالي نحن أمام سعودية يعني مختلفة وجديدة، تبني على ما سبق لكن بطريقة وآلية جديدة. هذه مهمة جدا في قراءة المشهد. نحن أمام زخم مؤثر، وهناك قبول لهذا الزخم المؤثر، وهناك أيضا ترحيب في هذا. هذا الأمر من مصلحتنا وأيضا من مصلحة العالم، وبالتالي لابد من البناء عليه والاستمرار. وأنا أعتقد سمو ولي العهد هو ذاهب في هذا الخط وداعم له بقوة، وبالتالي نحن أمام تحولات كبيرة جدا. وأعتقد حتى المنطقة والعالم يراقب هذه التحركات، الكل يرقب اليوم المشهد السعودي، هو المشهد المؤثر في الشرق الأوسط. الأستاذ حمود الزيادي، شكرا جزيلا لحضورك معنا في أهلا. كان هذا صوت الأستاذ حمود الزيادي، وهو الباحث في الشأنين الأمني والسياسي. زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا مستمرة، النجاحات متواصلة، ونحن في أهلا كما وعدناكم منذ بداية الزيارة حتى اليوم متواصلين في هذه التغطية، في هذه الحلقة وفي كل الحلقات القادمة إن شاء الله. حلقة يا أهلا مستمرة معكم، ولكن بعد هذا الفاصل.